القضارف الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى السنة دي ادها مطر كثير جدا جدا وفيها خير وافر، لكن بتعاني من كل المعالم الصحية والهندسية. لو لاحظت تعال شوف البعوضة، بيجيبوا مجموعة بتاعت ناس ومعاهم ولا مسؤول معاهم، ما في يسكعوا بالخيران وما في شغل. سهل لو مسكت السوق ده وانت الآن مر فيه، في بيعملوا في الانترلوك بيسووه، خلنا السوق ده يجيب بتاع الدراويش، رقعة هنا ورقعة هناك، كل دكان شالوا منه مليون و700 مليون و800 يمكن في 3 سنة. ثانيا تعال شوف الهندسة، عالي وواطي، نحن تقول ماشيين في كرب، المويه ذاتها تطلع بوين ما معروفه. لما تسال المهندس، انا سالت المهندس كان بسوي في شارع الزلط، قال لي بعمل لهم قدر قروشهم، ما في مراقب نهائي عشان يباشر العمل ده، تدفعون عليه قروش في الدقاقين، ما في ذول بيجي مراقبه. انا بتحدث عن الوضع الراهن في ولايه القضارف، حسي عندنا الطرق والكباري يعني ما اقول لك سوء ما بعد سوء، يعني انا حسي هيك ركشه، يعني عشان اصل للمشوار انا الدار اصله بيكون خسرت معي بنزين اكثر من اللازم. يعني انا اشيد حكومه ولايه القضارف انه تساعدنا في المصارف، للان حس عندنا شوارع يعني مكسره منتهيه نهاية. شغالين في المظله لنا اللي 10 سنه وفي ولا 15 سنه فيه، نحن دايرين الحكومه يعني مثلا تمويل، ان التمويل الاصغر يمولونا، نحن مستعدين يعني نكفي ما حصل هسه يعني مولنا، لكن هناي بسيط يعني بقروش بسيطه 2 مليون 3 مليون. نحن هسه ال 2 مليون 3 مليون دي الوحده لازم في اليوم ولا اليومين بتطلعها يعني لو لقينا راس المال. نعم، اذا التحيه لكل المواطنين ولايه القضارف، والتحيه لكل المشاهدين اللي هم دائما بيشاهدونا وهم دائما محور اهتمامنا الرئيس في حال البلد وفي كل البرامج في قناه سودانيه 24. اذا هذه كانت مجموعه من شكاوى مواطنين ولايه القضارف حول مواضيع الخدمات، وضعناها الان بين يدي السيد والي ولاية القضارف وفي بريده وعلى مكتبه للبت فيها. مشاهدين الكرام، بعد الفاصل صالون سودانية، وضيفنا اليوم هو ضيف استثنائي، حاله كحال كل الضيوف لكن تميز عليهم يبدو بالحس المرهف، الشاعر المرهف التجاني حجموسة، وحديث الشعر والغربة، ولكن بعد الفاصل قومنا.